مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يعين البطريرك باتسابالا كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية. في جلسة استثنائية تنقلات وتعيينات جديدة يجريها المجمع الأورشليمي المقدس. البطريرك باتسابالا يزور مخيم جنين ويتفقد كنيسة اللاتين في المدينة. المعهد الكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية قلب نابض في ذاكرة محبيه. وفيها أيضا الحرية الأخلاقية العصرية، الموت الرحيم، في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. عين قداسة البابا فرانسيس غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية، وأعلن قداسته في ختام صلاة التبشير الملائكي عن عقد لقاء في 30 من شهر أيلول المقبل لتعيين كرادلة جدد، وذلك قبيل بدء سينودس الأساقف الموافق في الأول من شهر تشرين الأول القادم. ومن بين هؤلاء الكرادلة الذين تم تعيينهم من جميع أنحاء العالم رئيس دائرة عقيدة الإيمان ورئيس دائرة الأساقفة ورئيس دائرة الكنائس الشرقية. وبدوره وجه غبطة البطريرك باتسابالا رسالة شكر فيها العائلة الكنسية بكافة أطيافها الرعوية والمؤسسات الكنسية على مشاعرهم الطيبة لتعيينه كاردينالا للكنيسة الكاثوليكية. وبهذه المناسبة تتقدم فضائيات نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل من غبطة البطريرك باتسابالا بأحر التهاني والتبريكات، داعين لغبطته بالتوفيق والنجاح في خدمته الكنسية ورسالته الرعوية. عقد المجمع المقدس التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس جلسة استثنائية برئاسة غبطة البطريرك كيريوس تيوفلس الثالث، تم خلالها مناقشة عدة قضايا تخص شؤون البطريركية وكنائسها وأحوال الرعاية في المنطقة. ووافق غبطته على تنسيب رئيس أساقفة سباسطية عطلة حنة وكيلا بطريركيا لمطرنية عكا ولوائها، كما قرر نقل الأرشمندريت سلوانوس حنونة من الأردن وتعيينه في كنيسة القديس جوارجوس بعكا معاونا لرئيس الأساقفة في المنطقة، ونقل الأرشمندريت أرتيموس من حيفا وتعيينه في كنيسة البشارة في الناصرة معاونا لمتروبوليت الناصرة، ونقل الأب أشعيا حداد من الأردن ليكون كاهناً مناوباً في كنيسة دير التجلي في مدينة رام الله، ونقل الأب لوقا بوش من الأردن وتعيينه كاهناً مناوباً في كنيسة القديس جورجوس في الزبابدة. في جولة تضامنية وتفقدية زار غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا محافظة جنين، بدأها بزيارة كنيسة اللاتين التي تعرضت إلى دمار غير مسبوق في بنيتها ومبانيها، كما التقى غبطته يرافقه المطران ويليام الشوملي والمطران جمال خضر وعدد من الكهنة راعي الكنيسة الأب لبيب العيبس، حيث تفقد خلال الجولة آثار الدمار الذي خلفه العدوان الأخير، مؤكدا على وقوف الكنيسة مع أبنائها. كما التقى غبطة البطريرك محافظ جنين، حيث أكد الجانبان على أن السلام لا يتحقق إلا بإنهاء العنف المتزايد في المنطقة. وشملت الزيارة أيضا دار البلدية والمستشفى الحكومي ومخيم جنين، وقد عبر وجهاء المخيم عن سعادتهم لزيارة غبطتهم والوفد المرافق. اختتمت في مادبة وعلى مسرح مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس فعاليات مخيم القديس يوحنا كوكوزاليس للموسيقى بأمسية تراتيل بيزنطية، حضرها سيادة المطران خريستوفوروس عطلة وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وذوي الطلاب ورعية مادبة. وفي كلمته أكد سيادته على أهمية مأسسة الترتيل البيزنطي للنهوض به، مثمنا جهود جميع الإخوة الذين بنوا وتعبوا للوصول إلى هذا المستوى من الترتيل. وفي ختام الأمسية قدمت أيقونة المخيم التذكارية لسيادته عربون شكر ومحبة، وأيقونة أخرى للراهب القائم على النشاط، كما قدم درع لقائد كشافة ومرشدات الرومي في مادبة لورنس بطارسة تقديرا لجهوده في تنظيم المخيم. في سياق آخر وتحت عنوان الكشافة الخضراء، التقت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة شهداء الأردن في مخيم كشفي نظمته ذات الكنيسة في مخيم عمان الدائم التابع لأمانة عمان الكبرى،
وخلال فعاليات المخيم أقيم قداس إلهي ترأسه قدس الأب الدكتور أشرف النمري راعي الكنيسة. وتضمنت الفعاليات التي شارك به 75 كشافا ومرشدة بإشراف القائد عدي الصفدي، محاضرات دينية وفقرات متنوعة وألعابا ترفيهية تهدف إلى تنمية روح الفريق وتعريفهم بطرق التعامل مع الطبيعة والحفاظ عليها. المخيم الأول للمجموعة بعنوان جرين سكاوت، اليوم الأفراد 75 كشاف ومرشدة وأشبال وزهرات. المخيم بلش ببركة قداس الإلهي الساعة 7 مع القدس الأب أشرف النمري. مخيمنا اليوم تناول أكثر من فئات عمرية، بلش من الأشبال اللي هم من صف ثالث لصف سادس، والعمر الأكبر اللي هو من صف سابع للأول ثانوي. عدد الأفراد حوالي 75 غير القادة المشاركين، هم حوالي تقريباً 20 قائد. هذا أول مخيم كشفي لإلنا، فحبينا ندمج فيه الجانب الديني مع الطبيعة، فإنه كيف منرجع هيك للخلق من قبل ومنشوف إنه كيف الله خلق البيئة كتير جميلة وكيف إحنا لازم نحافظ عليها. فأنا كقائد عم بحاول أنشر هاي الرسالة لأفرادنا ونورجيهم كيف إنه الطبيعة بتسبح الخالق، زي ما بحكي المزمور سبح الرب يا جميع مخلوقاته. فعشان هيك اسم العنوان تبع المخيم تبعنا جرين سكاوت، كيف نحاول نعمل إعادة تدوير ونحاول نحافظ على الموارد الطبيعية للبيئة لنخليها بأجمل شكل ممكن. بدعوة من الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي العام لأخويات كنائس اللاتين في الأردن، أقيم في رعية جبل الحسين لقاء للأخوية المريمية، وهو اللقاء الأول خلال هذا العام الذي جمع هذا العدد من الأخويات بعد استلام المرشد الروحي الأب نفاع مهامه الروحية مع الأخويات. وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الوضع الحالي والعام للأخويات المريمية وسبل تفعيل دورهن في خدمة الكنيسة. واختتم اللقاء بالدعاء لرب السماء أن يبارك عمل الأخويات لخدمة الإنسانية والكنيسة جمعاء، وأن تبارك شفيعة الأخويات مريم العذراء تلك الأخويات في خدمتهم. شارك حوالي 100 شاب وشابة من مختلف المناطق الأردنية في المسيرة الفرنسيسكانية التي انطلقت من عمان مروراً بعدة مناطق وصولاً إلى ربوع عجلون. وتهدف هذه المسيرة السنوية إلى خوض الشباب المشاركين تجربة إنسانية وجسدية واجتماعية متميزة تساعدهم على تمتين علاقتهم الروحية مع الكنيسة والصلاة. وفي ختام المسيرة أعرب الشباب عن امتنانهم لما اكتسبوه من خبرة جديدة في هذه الرحلة، وطلبوا من القائمين على المسيرة الاستمرار باللقاءات معا وفقا لروح القديس فرانسيس الذي عاش خلال حياته الأرضية تجربة الفردوس الذي هو يسوع المسيح. اختتمت في قاعة كاتدرائية البشارة العبدلي بعمان أولى محاضرات أعمال الدورة 18 للمقبلين على الزواج ضمن برنامج خاتمين على صخرة الرب. وقد افتتحت الدورة بصلاة مباركة من الأيكونومس إيرينيوس مدانات مسؤول مكتب العائلة والزواج، وبحضور الدكتور ماهر زبانه استشاري أول جراحة والمرشدة الاجتماعية سمر تادروس. وتمنى الأيكونومس مدانات للخاطبين التوفيق والبركة في حياتهم الجديدة. على مسرح النادي الأرثوذكس الثقافي العربي في مدينة بيت ساحور وبحضور عدد من المطارنة والآباء الكهنة وممثلي بعض الفعاليات الرسمية والدينية، تم إشهار كتاب الكرسي الرسولي والشرق لمؤلفه قدس الأرشمندريت الدكتور أغابيوس أبو سعدة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بحضور المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي اللاتيني في القدس وفلسطين والمطران سني عازر والمطران منيب يونان، تم إشهار كتاب الكرسي الرسولي والشرق للأرشمندريت الدكتور أغابيوس أبو سعدة، وبحضور عدد كبير من الآباء الكهنة الأجلاء الإيقونيموس يعقوب أبو سعدة والأب عيسى مصلح والأب سهيل فخوري وكهنة من مختلف الكنائس والجمعية الأرثوذكسية العربية وممثلي المؤسسات والحضور، وذلك على مسرح النادي الأرثوذكسي الثقافي العربي بمدينة الرعاة بيت ساحور. افتتح الأمسية الدكتور شارلي أبو سعدة بكلمة ترحيبية بالمطارنة والكهنة والحضور ووقف دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء
والنشيد الوطني الفلسطيني، كما تخللت الأمسية كلمة ترحيبية من قبل الأستاذ رائد الأطرش رئيس النادي، وكلمة رئيس بلدية بيت سحور الأستاذ هاني الحايك، وكلمة القس منذر إسحاق راعي الكنيسة اللوثرية، وكلمة سعادة السفير عيسى قساسي سفير فلسطين في دولة الفاتيكان الذي شرح مكانة الكرسي الرسولي في العالم. وأخيرا كانت كلمة الأرشمندريت الدكتور أجابيوس أبو سعدة التي شرح فيها عن محتوى الكتاب الذي حمل عنوان الكرسي الرسولي والشرق وأهميته، كما وشكر الجميع على التواجد والحضور. كتاب يتضمن العديد من الوثائق الفاتيكانية، يتضمن الكثير من الشخصيات التي ساهمت في بناء رؤية الكرسي الرسولي للقضية المشرقية ولمسيحي الشرق ولكل العلاقات إن كان مع اليهود أو مع العالم الإسلامي. هذا الكتاب هدفه ورسالته واضحة، هو رسالة للقارئ العربي بشكل عام والمسيحي بشكل خاص لدور الكرسي الرسولي والكنيسة الكاثوليكية في القضية الفلسطينية وفي العلاقة مع العالم العربي ومع اليهود، خصوصا نحن بالشرق نعيش وفي فلسطين خصوصا نعيش هذه التساؤلات، نسأل دوما عن رؤية الكنيسة، نسأل دوما عن دور الكنيسة في القضية الفلسطينية. فجاء هذا الكتاب ليرد على تساؤلات العرب بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص على دور الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي في القضية الفلسطينية. الكتاب اللي عمله أبونا أغابيوس مهم كتير جدا، خصوصا لكثير عندنا تساؤلات إحنا وخصوصا كمسيحية، وين الفاتيكان من قضيتنا؟ شو علاقة الفاتيكان مع الإسلام، مع اليهود، مع العالم العربي كامل؟ فإجا الكتاب هذا يرد على جميع التساؤلات الناس بتسألوها. الكتاب راح يكون متوفر في مكتبة يسوع الملك ببيت سحور، وأكيد أي شخص بده الكتاب أو معني بالكتاب يتواصل معنا أكيد بالأمن له إياه. وبعد الأمسية تم حفل الاستقبال والتوقيع والإهداءات. للنورسات مارلين الحدوة من مسرح النادي الأرثوذكسي الثقافي العربي بيت ساحور. بمناسبة الاحتفال بمرور 170 عاما على تأسيس المعهد الكليريكي في بيت جالة، نشرت البطريركية اللاتينية مقابلة أجريت في عمان مع غبطة البطريرك المتقاعد فؤاد طوال بطريرك القدس اللاتين عام 2008. وقد جاءت المقابلة تحت عنوان المعهد الكليريكي قلب الأبرشية النابض في ذاكرة محبيه، وقد تحدث غبطته في اللقاء عن ذكرياته الدراسية والصعوبات التي واجهها طلبة المعهد في ذلك الزمن. ويسر فضائية نورسات بث هذه المقابلة. أنا كنت أحب أروح على الكليريكية، كان في عندكم لما صار في صعوبات لا تزال الصعوبات، كان في فكرة إنه جيبوا السيمينير صغير يحطوا هون في مركز سيدة السلام ويزيدوا البنى. أنا كمسؤول في البطركية قلت لهم خسارة، في بعد ديني وفي رباط عاطفي روحي مع القدس، فقلت لهم إذا بتنقلوهم للأردن بفقدوا هذا الاحتكاك مع الأرض ومع الشارع ومع القيامة ومع الكنيسة ومع الحفلات، حفلات الروم اللاتين والفرنسيسكان بيفقدوه، وهي يفقدوا الاحتكاك مع الحجاج السواح اللي بيجونا، وهذا بيعطينا فكرة أنه عندنا بعد عالمي، هاي كنيستنا اللي بتجيب الناس من برا. فما كنت أنا متحمس على دوري أنه ننقل السمنيد الصغير لعمان، إلا حول ولا قوة، صارت الضرورة ضرورة، بدك تتقبلها وتخسر اللي أنا اللي كنت أفكر فيه اللي هو غنى مبدئيا، هو غنى قلت له بخسارة هذا بروح علينا. وأنا كان في عندي أمنية بالزمانات إنه إذا عندنا عدد كفاية من الكهنة ومتعلمين ومتثقفين ورجال دين، إنه يوما ما أفريقيا الغربية، غرب أفريقيا اللي هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب، هذه إلنا، هي يجب أن تكون مسؤوليتنا.
والبعد الخليجي لازم نخدمه نحن، يعني يكون عندنا هذا البعد، البعد الروحي للكنيسة، جامعة رسولية، مش غلط، مش غلط، ونهيئ حالنا. ضمن التغطيات المستمرة للكنائس والمؤسسات الدينية والأماكن التاريخية التي تقوم بها نورسات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، توجه فريق نورسات الأردن في وقت سابق إلى بلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون، وزاروا كنيسة ومزار سيدة الجبل، حيث التقى الفريق هناك راعي الكنيسة الأب يوسف سلامة الذي عرض تاريخ الكنيسة ومزارها من خلال هذا التقرير. نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للتي، فهذه الكنيسة تأسست عام 1932 أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصليب المرسومة على جدرانها، وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة. تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة، منهم الأب يوسف سلامة راعي الكنيسة الحالي ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد. حدثنا بإيجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العذراء مريم. في كناري فل وصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فل كنوح ملجأ لكل الخطى. عنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المصباح في العهد القديم وسفر الملوك، وبحسب التقليد تقليد الكتاب المقدس انه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا، وكمان الملك داود اجى على عنجرة. بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العذراء مريم اجوا على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن، لان احنا عارفين الكتاب المقدس انه المسيح بشر في العشر مدن، فبعد ما تعمد في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جرش وفيلادلفيا. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما يجي المسيح اجت معاه مريم، وكانوا بيقعدوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا الناحية التانية من الضفة. مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة، سيدة الجبل. مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الأب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطريركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء، حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم. بس يمكن يكون أهم شيء عندنا في المزار هو تمثال مريم، تمثال العذراء مريم. هاي التمثال عمره تقريبا 200 سنة، مصنوع في إيطاليا. سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا بينظفوا المزار زي دايما، شافوا إنه التمثال بياخد الوش بياخد شوية طبيعة بشرية وبيبكي دم. الرهبة بدأت تمدح الناس من برا عشان يجوا يدخلوا يشوفوا، الأولاد فضلوا يشوفوا التمثال ويصلوا، ناس كتير شافت الدم وهو موجود نازل على وش العذراء. عملنا التحليل معروف إنه دم بشري، دم طبيعي بشري 100%، ما عرفناش فصيلة بالضبط، بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون وناس كتير بتيجي تصلي وكتير بتحصل معجزات. خدمتي في الكنيسة تقريبا من 4 سنوات، شغلنا مع الرعية في القداس اليومي والسجود والقداس في المزار، كمان في الأعياد ويوم الجمعة بنصلي دائما قداس هون. حاجة تانية في المزار مهمة انه كانت السنة الماضية سنة 2017 سنة الرحمة، البطريركية اختارت كمان انه عنجرة يكون فيها باب للرحمة،
فهي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسيحيين حجاج، كان كله بيجي وبيعترف وبيصلي قداس وبياخد بيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة. في عندنا كمان الايقونات، هدول رسمهم فنان بريطاني وهو حب يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المذبحة الوردية، فبنشوف أسرار المجد، أسرار الحزن، في كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور. فلما بيجي السائح أو بيجوا الحجاج دائما أول حاجة بيعملوها بيصلوا عند العذراء والعشام، ودائما الناس بتيجي هون بيكون دائما في نعمة خاصة، دائما الناس بتحكي إنه في نعمة، في حاجة لمستهم. ومش بس كمان المعجزات بتحصل على مستوى الأردن، لكن كمان في ناس برا مجرد إنهم عندهم الصورة بتاع سيدة الجبل أو بيصلوا الصلوة مرات بيطلبوا إحنا نولع لهم شامعة، ودائما بيكون في إشي فوق طبيعي بيحصل، في معجزة بتحصل. تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخيا بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أورشليم وصولا لنهر الأردن مرورا ببلدة عنجرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. ترأس غبطة البطريرك الكاردينال لويس رفائيل ساكو صلاة وقداسا إلهيا في كاتدرائية أم الأحزان ببغداد بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وحضور الراهبات وجمع من المؤمنين. وفي موعظته ركز البطريرك ساكو على السؤال الذي يطرحه يسوع علينا بكل بساطة ووضوح: هل نؤمن أم لا؟ والجواب: نحن نؤمن نظريا، لكن لا نعيش إيماننا بشكل واقعي في تفاصيل حياتنا اليومية. وقال: يؤكد يسوع أن تعليمه هو من الآب الذي أرسله، ورسالته أن يتجاوب الناس مع تعليمه فيتحرروا من الشر. وفي ختام القداس اقترح غبطته أن تستمر الصلاة في هذه الكاتدرائية في الجمعة الأخيرة من كل شهر تحت إشراف خورنة العائلة المقدسة. أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مؤتمر صحفي تفاصيل فعاليات مهرجان جرش المقرر انطلاقه في 26 من الشهر الحالي، ويضم المهرجان في دورته الحالية نحو 400 فعالية فنية وثقافية محلية وعربية يشارك بها عدد من الفنانين الأردنيين والعرب، من بينهم عمر العبداللات ونجوى كرم وراغب علامة وهاني شاكر وحسين السلمان وجورج والصوف ووائل كفوري وغيرهم. كما يشهد المهرجان أمسيات شعرية ونشاطات متنوعة بمشاركة جمعية الشابات المسيحيات في مادبة ومنتدى الفحيص الثقافي. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان وضمن سلسلة الحريات الأخلاقية العصرية حلقة بعنوان الموت الرحيم، حيث استضاف البرنامج الدكتور أمجد الزيادات، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع الأب سيمون حجازين المتخصص في اللاهوت الأدبي. وقد ناقشت الحلقة نظرة الكنيسة للموت الرحيم الذي ينهي حياة الفرد من الألم والمعاناة لما يواجهه من متاعب صحية حرجة. فإلى هناك، الموت الرحيم مفهوم انطلق يعني مؤخرا نتيجة الزيادة في إعطاء الحريات، وعم تتزايد الحريات ومفهوم الحريات في حياتنا المعاصرة اللي صارت متقدمة، وأيضا عم تدخل علينا أفكار غربية من الخارج وبتأثر على مجتمعاتنا الشرقية المحافظة. يعني احنا بنحسب انه مجتمعاتنا محافظة وغير متحررة، لكن هذه الأفكار بدأت تدخل وبدأنا نشوف التغيرات. فمن هذه الأفكار هو مفهوم الموت الرحيم. فكيف تعرف الموت الرحيم؟ الموت الرحيم هو عمل إراحة، بحيث أنه هذا المريض اللي وصل إلى مرحلة متطورة لا رجعة فيها، لا يمكن أنه يتحسن فيها، ومن أجل تخفيف معاناته ومن أجل تحسين مستوى
حياته أيضا، وأنه يخرج من العالم بسلام. نعم. نحن لا نعمل له يعني أي إجراء طبي، ولكن نتركه. نعم. نتركه يخرج بسلام دون أي تدخل، لأنه نؤمن أنه الحياة البشرية هي عطية إلهية، والله وحده هو القادر على تحديد وقت انتقاله. نعم. وهو الوحيد اللي ممكن أيضا يعني مشيئته هي، احنا لا نعلم الغيب. يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني معارضته ايضا لقتل الرحيم. عندما نقول المجمع الفاتيكاني الثاني، هو من تعاليم الكنيسة على عدة مجموعة من المخالفات للكرامة الإنسانية، بما في ذلك القتل والإبادة الجماعية والإجهاض والانتحار المتعمد، حيث يقول هؤلاء الآباء إن كل هذه التصرفات والعادات التي ذكرناها وما يشبهها هي في الواقع مشينة، فبينما تفسد الحضارة وتلحق العار بالذين يتعاطونها أكثر مما تلحقه بضحاياها، كما إنها أيضا وصمة عار فظيعة لشرف الخالق. بقول الغرب إنه البر في الوالدين، بيجونا إنه هالقتل الرحيم إنه هذا نعطيته إنه حافظ على كرامته بدل ما يعيش متألم ومتبهدل بالمستشفيات، إني أعطيها الإبرة وأوافق عليها، هو بيتحمل خطيتها، الدكتور اللي قام بالعمل، العيلة اللي قررت معه، أو المريض، لأنه المريض لما بيكون متألم بأي طريقة بيقبل إنه بيكون يعني مش صاحب قرار، ما بيقدر يعني يكون هو اللي قرر حياته. لا ننخدع بالحرية. نعم. نعم. هي مسمى حرية، ولكن نعم. بالحقيقة هي حرية إلى الموت، إلى الهلاك. السيد نعم. المسيح يقول الباب الواسع هو والطريق السهل نعم. يؤدي إلى الهلاك. نعم. والطريق والباب الضيق والطريق الصعب هو يؤدي إلى الحياة. نعم. لذلك لا ننخدع بالحرية، هي مش حرية. أي حرية ضد المحبة نعم. هي شريرة مهما كانت مظهرها. لا ننخدع، لا ننخدع بال. شكرا لك دكتور. فعلا يعني الحريات المعطاة أحيانا بتكون هدامة للبشرية وهدامة للنفس البشرية، وبنخدع فيها الإنسان السطحي يعني نعم. إذا ما انتبه نعم. ممكن ينزلق. صح مظبوط. نعم. مثل ما قال يسوع كمان، لا تحزنوا ولا تيأسوا من رحمة ربنا، ولا تكونوا يعني كمان محزونين، كمان لا رجاء لهم. فإحنا دائما كمسيحيين دائما نؤمن بأنه في أمل وفي رجاء من ربنا، وثقتنا بربنا كبيرة. هذه رسالتنا، وهذا هو إيماننا بصراحة. إذا إحنا ما عشنا بهذه الصورة، فالحريات ما تتزين الحريات أحيانا وتدخل بيوتنا، لكن هذه ليست حريات، هذه هدامة وقيود عم بتقيد حياتنا، أنه نعيش ضمن الألم وضمن الحياة النفسية الحرجة اللي بتعطينا عدم سلام وعدم رجاء أو أمل بهالحياة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يعين البطريرك باتسابالا كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية. في جلسة استثنائية، تنقلات وتعيينات جديدة يجريها المجمع الأورشليم المقدس. البطريرك باتسابالا يزور مخيم جنين ويتفقد كنيسة اللاتين في المدينة. انطلاق مهرجان جرش بمشاركة فنانين أردنيين ولبنانيين وعرب في 26 من الشهر الجاري. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.